ان شاء الله مؤمن هيشارك في التمرين دلوقتي ومعانا باذن الله، والامور انتهت يعني. لو وضحنا الكلام ده امبارح واول امبارح، وان شاء الله يبدا تمرينه معانا باذن الله ويبقى اضافه لينا كويسه. اكيد هو جاهز ولاعب المباراه الاخيره مع الزمالك، ويعني دي رؤيته طبعا. هو في الاول وفي الاخر يختار او ما يختارش، دي بتاعته يعني. مؤمن خلاص بقى لعيب في النادي الاهلي، واللي ينطبق على 30 لعيب اللي موجودين ينطبق عليه. بص، القانونيه دي مش بتاعتي انا، اللي اقدر اقوله لك كله ان مؤمن ان شاء الله مشارك معانا النهارده، وخد رقم 3 كمان، ويبدا تمرين معانا النهارده ان شاء الله. ده قرار برضو نادي، مش قرار انا. في حاجات احنا حدودنا اوضه التدريب بتاعت النادي الاهلي، في حاجات وقرارات تانية مش بتاعتنا احنا. اهم حاجه يبقى اسم مفيد مش اسم تقيل. اسم احنا عندنا الاسامي التقيله كتير يعني، فان شاء الله يبقى ناس مفيده باذن الله. لا، هنلعب الجونه ان شاء الله، ولسه في احتمال ان احنا نسافر قبل مباراه مصر بيومين ان شاء الله. يعني مؤمن هو طبعا لعيب كويس، واساسا هو كان جاي عار النادي الاهلي، انما حصلت ظروف كده خارجه عن اراده مؤمن نفسه واراده النادي، ما حصلش نصيب. الفترة اللي فاتت احنا شفنا انه هو ماشي كويس ولعيب كويس ومن ولاد النادي اساسا. هو رجع لبيته يعني، مش هقول اكتر من كده. لا، هو في النهاية هو مؤمن معنا في النادي الاهلي، بتمنى له التوفيق. هيتعب ويحارب عشان يبقى موجود في الحداشر، ولما يبقى موجود في الحداشر لازم يموت نفسه علشان يساهم مع الفريق في البطولات اللي جايه ان شاء الله. في النهايه انت رغبه اللعيب بتبقى اهم حاجه في المواضيع دي كلها، ورغبه مؤمن ان هو كان يرجع النادي الاهلي. عندك ماتش، هتلعب الجونه، هتلعب المصري، نفس التوقيت ونفس الملعب، عندك ماتش يعني، فربنا يكرم ان شاء الله. Thank you.